اهلا وسهلا بيكم في قناة نظام مدارس. دلوقتي هنبدأ في شرح من كتاب نيو هلو لسنة اولى اعدادي الترم الثاني. تاني يونت عندنا في الترم الثاني هو يونت 11 A Science Lesson، يعني حصة علوم. زي ما اتفقنا اول حاجة عندنا هتكون الريدنج، وهتلاقوا الجزئين التانيين الخاصين بالليسننج والجرامر موجودين تحت في الديسكريبشن بتوع يونت 11، زي ما هتلاقوا برضو الصفحة بتاعتنا نظام مدارس على الفيسبوك موجودة تحت في الديسكريبشن. ممكن تدخلوا على البلاي ليست هتلاقوا يونت 10 موجودة. القطعة دي باسم Does it float or sink؟ It بتاعة الغير عاقل سواء هو أو هي، هل هي بتطفو ولا بتغوص؟ بيقول لنا Do this experiment، يعني اعمل التجربة دي. With an orange، ببرتقانة. Put an orange، حط برتقانة in some water، في شوية مية. What happens؟ إيه اللي هيحصل؟ If you put an orange، لو انت هتحط برتقانة into water، في مية. It floats، يعني هي هتطفو. In the water، في المية. Peel the orange، يعني قشر البرتقانة. And do the experiment، واعمل التجربة again، يعني تاني. Now what happens، دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ بصوا معايا على البرتقانة دي. دلوقتي احنا هنحط البرتقانة بعد ما قشرنا القشرة، تمام؟ If you peel the orange، لو احنا قشرنا البرتقانة and then put it into the water، وبعدين حطيناها في المية. The orange sinks، البرتقانة هتغوص. To the bottom، يعني الى القاع، تمام؟ زي ما حصل مع البرتقانة دي بالظبط. This science experiment، يعني التجربة العلمية دي، tells us، بتقول لنا that the orange peel، ان قشرة البرتقانة has air in it، جواها هواء. Air يعني هواء. In it يعني بداخلها. If something has enough air، لو حاجة جواها او فيها هواء بما فيه الكفاية. In it بداخلها. It doesn't sink، هي مش بتغوص، تمام؟ يعني مش بتنزل للقاع زي ما شفنا في البرتقانة اللي فاتت. Now do a similar experiment with oil، اعمل تجربة شبيهة بالزيت. Watch what happens، وشوف ايه اللي هيحصل. Oil يعني زيت. When you add oil، لما تضيف الزيت. To some water، لشوية مية. The oil floats، يعني الزيت هيطفو. Because it's lighter than water، لأنه أخف من المية. يبقى كده عرفنا أنه الحاجة لما نحطها في المية وتطفو، ده معناه يا إما أنها أخف من المية، أو معناها أن هي بتحتوي على هواء. كده إحنا خلصنا الجزء الخاص بالreading، وهنبدأ أن إحنا نقول الفوكابلري بتاعه. Add يعني يضيف. Experiment يعني تجربة. Peel يعني قشرة. Oil يعني زيت. Float يعني يطفو. Sink يعني يغوص. Bottom يعني قاع. Air يعني هواء. Orange يعني برتقان. Lighter يعني أخف. Liquid يعني سائل. Put يعني يضع. Similar يعني مشابه. Science يعني علوم. Watch يعني شاهد. Water يعني مية. Lesson يعني درس. Subject يعني مادة دراسية، زي الانجليش كده. طب نقول الفرق بس الاول ما بين اللسن والسبجكت. اللسن دي درس جوه مادة، تمام؟ يعني احنا عندنا دلوقتي الوحدة الحداشر، تمام؟ جواها دروس، اول درس وتاني درس وتالت درس، والوحدة والدروس دي كلها جوه السبجكت اللي هي زي الانجليش والماث والساينس والسوشيال وكل حاجة. Take place يعني يحدث، يعني يحصل. Touch يعني يلمس. A can يعني علبة. Feel ill يعني يشعر بالعيا، بالمرض. Fruit يعني فاكهة. Vegetables يعني خضروات. يبقى الفروتس اللي هي الفاكهة، والvegetables يعني الخضار. Move يعني يحرك. Normal يعني طبيعي. Outside يعني خارج. Remove يعني يزيل. Snow يعني تلج. Sweets يعني حلوة، حلويات. Sugar يعني سكر. Warm يعني دافئ. هناخد دلوقتي words and opposites، يعني الكلمة وعكسها. دي الكلمات وده عكسها.
ودي برضو الكلمات وده عكسها. outside outside يعني بالخارج، inside inside يعني بالداخل، bottom bottom يعني قاع، top top يعني أعلى، sink sink يعني يغوص، float float يعني يطفو، add add يعني يضيف، subtract subtract يعني نقص، lighter lighter يعني أخف، heavier heavier يعني أتقل، normal normal يعني طبيعي، abnormal abnormal يعني غير طبيعي، before before يعني قبل، after after يعني بعد، warm warm يعني دافي، cool cool يعني بارد، ill ill يعني مريض، well well يعني كويس، many many يعني كتير، a few a few يعني قليل، start start يعني يبدأ، end end يعني يخلص، take take يعني ياخد، give give يعني يدي، sad sad يعني حزين، happy happy يعني سعيد، hot hot يعني سخن، cold cold يعني بارد، liquid liquid يعني سائل، solid solid يعني صلب، push push يعني يدفع، pull pull يعني يشد. بعد كده عندنا definitions اللي هي التعريفات، هناخد كلمة ونعرفها بالإنجليش تمام. peel peel اللي هي القشرة، the outside of a fruit or a vegetable يعني الجزء الخارجي بتاع الفاكهة أو الخضار، float float معناها يطفو، move to the top of a liquid يعني يتحرك لأعلى السائل، sink يعني يغوص، move to the bottom يعني يتحرك لقاع of a liquid لقاع السائل، add add يعني يضيف، put something يعني تحط حاجة with something else مع حاجة تانية. آخر حاجة عندنا في الجزء بتاع الـ reading وهي الـ language notes. أول حاجة فيها هي float و fly يعني يطفو ويطير. ناخد مثال على كل واحدة فيهم ونركز في النوت. float و fly float و fly. wood floats on water الخشب بيطفو على سطح الماء. I can fly a kite أنا أقدر أطير طيارة ورقية. ده الفرق في النطق ما بين الاتنين وده الفرق في المعنى ما بين الاتنين. الحاجات دي بتيجي موضع سؤال كتير جدا في الامتحان وممكن تيجي في التشوز كمان أعتقد. lie to lie to يعني يكذب على. lie on lie on يعني يكون على حاجة. he lied to me هو كذب عليا. and didn't tell the truth وما قالش الحقيقة. اللي بيكذب مش بيقول الحقيقة. truth يعني حقيقة. float يعني يطفو. means to lie on معناها ان انت تبقى on top of water. on top of water يعني تبقى على سطح المية. تالت حاجة light اللي هي الضوء او خفيف، واللايتر اللي هي اخف او ولاعة. what is the speed of light يعني ايه سرعة الضوء. انا عايزاكوا برضو من غير ما حد يقول لكم معنى الجملة تعرفوا light دي هيكون معناها ايه. يعني مثلا the paper is light معناها ان الورقة خفيفة تمام، مش معناها ان الورقة ضوء. فاحنا بنفهم الكلمة دي معناها ايه من سياق الجملة. helium اللي هو الهيليوم is lighter than air اخف من الهواء. lighter جت هنا بمعنى اخف. do you have a lighter يعني هل انت معك ولاعة. lighter هنا جت بمعنى ولاعة. فبرضو احنا الحاجات دي كلها بنفهمها من سياق الجملة، ما بتتفهمش باي طريقة غير كده. بس الاصعب هو ان انت تعرف تميز ما بين light و lighter اصلا في المطلق. رابع حاجة عندنا top tap tape. top يعني قمة، tap يعني صنبور اللي هي حنفية، واخر حاجة tape اللي هي شريط لاصق اللي هو tape العادي اللي احنا بنستخدمه عشان نلزق بيه اي حاجة. he climbed يعني هو تسلق، وخلوا بالكو ان ال b هنا silent يعني ما بتتنطقش. he climbed up the top of the great pyramid هو تسلق قمة الهرم الاكبر. don't leave the tap open ما تسيبش الحنفية مفتوحة. don't leave يعني لا تترك. the tap قلنا ان التاب اللي هي الحنفية. open يعني مفتوح. can I borrow your tape يعني ممكن ان انا استلف الشريط اللاصق بتاعك اللي هو اللزق بتاعك.
يبقى في رابع واحدة الفرق ما بين top و tap و tape، ودول سهلين جدا. خامس واحدة عندنا هي peel، معناها قشرة او يقشر، يعني بتيجي بالمعنى ده او ده. if we peel، لو احنا قشرنا an orange، برتقانة، and put it in water، وحطناها في المية، it sinks. تمام، يبقى هنا جت بمعنى يقشر. this apple has a strong peel، التفاحة دي عندها قشرة قوية. يبقى برضو عرفنا الفرق ما بين peel هنا و peel هنا من سياق الجملة. سادس واحدة عندنا هي الفرق ما بين sink و drown و think. sink و think طبعا احنا شايفين ان هما في فرق كبير جدا ما بينهم، ودي معناها يفكر ودي معناها يغوص، انما drown دي اللي لازم ان احنا ناخد بالنا منها كويس جدا. طيب ايه الفرق ما بين sink و drown؟ ما الاتنين بيغرقوا. sink هنا دي للحاجة الغير عاقل، يعني مثلا لو قلنا the piece of metal، قطعة من الحديد، دي هتبقى sink ولا drown؟ لا دي هتبقى sink. ليه؟ لانها غير عاقل، انما drown دي بتيجي مع البني ادمين في العموم. يعني يبقى نشوف كده الأمثلة. iron، iron يعني الحديد، sinks to the bottom of a liquid، بيغوص لقاع بتاع السائل. a lot of people، ناس كتير، drowned يعني غرقوا، near this area، قريب من المنطقة دي، last night، الليلة الأخيرة أو ليلة امبارح. what do you think، انت تعتقد ايه، about، عن، نظام schools، القناة بتاعت نظام مدارس. هو أهم اتنين انك تعرف الفرق ما بين sink و drown. تمام، sink و drown. sink للغير عاقل، سواء خشب أي جماد، إن شاء الله حتى لو قصدك على دبدوب هيبقى برضو سينك، إنما drown دي دايما للبني أدمين أو الحيوانات حتى. too many، too many الفرق ما بين too many و too much، برضو دول مهمين جدا. too many دي كتير جدا معناها، بس بتكون للعدد، إنما too much للكمية. يبقى too many دي معناها إن إحنا لو حاجة نقدر إن إحنا نعدها، نقول مثلا many، how many، معناها ان احنا نقدر نعد الحاجة دي كويس جدا. تمام، انما too much للحاجات uncountable او non-countable اللي ما ينفعش ان احنا نعدها اصلا. فلو هنشوف امثلة، he eats too many sweets، هو بياكل حلويات كتير. احنا نقدر نعد الحلويات، 1 2 3 4 5 100 حتى. تمام، I don't like too much tea، الشاي ما نقدرش نعده. لو حطيناه في كوبايات هنقدر نعد، نقول دي 1 2 3 4 او حتى 100 cups of tea، يعني كوبايات من الشاي. انما الشاي نفسه ما ينفعش، او اي سائل ما ينفعش ان هو يتعد. يبقى برضو دول مهمين جدا نعرف الفرق ما بين too many و too much. يبقى قلنا too many مهمة جدا و too much برضو مهمة، والفرق ما بينهم. و sink و drown برضو مهم ان احنا نعرف الفرق ما بينهم. اخر واحدة عندنا رقم 8، a can يعني علبة، وكان يعني يستطيع. اكبر مثال على الكان هي المياه الغازية، تمام، اللي احنا بنشربها. I'd like a can of cola، انا احب كان من الكولا، يعني علبة كولا. can you speak english well، بتعرف تتكلم english كويس. دي هنا ممكن اكتر حاجة بنستخدمها في السؤال، ولو هنقدر نجاوب عليها هنقول yes I can، تمام، او yes we can. كده احنا وصلنا لنهاية الجزء بتاع الريدينج، ويا رب تكونوا استفدتوا. واللي عنده اي سؤال يقدر يسيبه لنا تحت في الكومنتس، او يبعت لنا السؤال بتاعه برايفت على صفحة نظام مدارس على الفيسبوك، هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش ان في الديسكريبشن تحت هتلاقوا الجزء الخاص بالليسنينج والجزء الخاص بالجرامر. اللي عنده اي سؤال يقدر يسألنا على طول. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.